بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم. معكم الدكتور عبد السلام أبو السمن. إن شاء الله نبقى معكم مستمرين في إعطاء هذه المحاضرات لتغطية مادة فيزياء 103. في هذه المحاضرة إن شاء الله راح نغطي المتبقي في Chapter 17 Electric Potential. Two sections will be covered. Capacitance وهو ما يعرف بالسعة الكهربائية، والسكشن الثاني وهو Storage of Electric Energy. في السكشن 17.7 Capacitance راح نبدأ بتعريف اللي هي الكاباسيتورز أو ما يعرف بالمواسعات. أحيانا يطلق عليها اسم Condensers أو المكثفات. والكاباسيتورز هي عبارة عن Two Conducting Objects Separated by Insulator. عندي قطعتين موصلة مفصولة أو متباعدة عن بعضها البعض بمسافة صغيرة. هذه المسافة يكون فيها عازل، هذا العازل ممكن أن يكون هواء وممكن أن يكون أي مادة أخرى. هنا في هذا الشكل الآخر عندي two plates rolled in form of cylinder وفي بينهما insulators. لو قمنا بفتح أي جهاز كهربائي فإن في المذر بورد عادة نجد العديد من أشكال هذه الكاباسيتورز. هذه بعض الأشكال التي ممكن أن نجدها على شكل سلندر أو على شكل بليتس في داخل المذر بورد، وهي من القطع المهمة في تشكيل أي مذر بورد لأي جهاز كهربائي. تدي أهمية الكاباسيتورز في قدرتها to store charge for later use. ولكن كيف تتم عملية شحن الكاباسيتور بالشحنات الكهربائية؟ عند توصيل الكاباسيتور وهو عبارة عن two plates متصلين بسلك إلى فرق جهد وهو متمثل في البطارية هنا، تبدأ الإلكترونات في الانتقال من أحد طرفي البليت إلى الطرف الآخر، وبالتالي سوف تظهر عندي شحنة سالبة في أحد الأطراف وشحنة موجبة تماثلها تماماً في الطرف الآخر. تستمر هذه العملية حتى يصبح فرق الجهد ما بين طرفي الكاباسيتور مساوي لفرق الجهد لهذه البطارية. وهنا في هذه الحالة نقول بأن الكاباسيتور قد وصل إلى حالة الشحن الكلي، فيكون مشحون كليا. هذه الشحنات في حال فصل هذه الدائرة الكهربائية يمكن استخدامها لأغراض في وقت لاحق. لاحظ أنه في الدائرات الكهربائية يتم تمثيل البطاريات بهذا الرمز بخطين متوازيين مختلفين في الطول. أما في حالة الكاباسيتورز فهو إما بخطين متوازيين أو بخط متوازي وخط فيه انحناء بسيط. لوحظ أن كمية الشحنات التي تتشكل على طرفي ألواح الكاباسيتور تتناسب طرديا مع قيمة فرق الجهد الناشئ بينهما. فمثلا بارتفاع قيمة فرق الجهد لهذه البطارية سوف تزداد كمية الشحنات المتشكلة على طرفي الكاباسيتور. فالعلاقة هي عبارة عن علاقة طردية Q proportional to V ثابت. هذا التناسب هو عبارة عن C وهو ما يعرف به الكاباسيتنس أو السعة الكهربية. فالسعة الكهربائية هي عبارة عن Q divided by V، فهي عبارة عن الشحنة مقسومة على V. لاحظ هنا أن التناسب الطردي هو ما بين Q و V، أي أنه بازدياد فرق الجهد سيزداد كمية الشحنات المتشكلة على طرفي الموصل للكاباسيتور. وقيمة سي هي عبارة عن قيمة ثابتة، فبازدياد البسط سوف يزداد المقام، وبازدياد المقام سوف يزداد البسط، وتبقى قيمة سي هي قيمة ثابتة. فسي قيمتها حقيقة لا تعتمد على كيو وفي، إنما هي ثابت التناسب ما بين كيو وفي. الكاباسيتنس وحدتها هي عبارة عن كولوم بير فولت وهو ما تسمى بالفراد، وقيمة فراد هي عبارة عن قيمة كبيرة جدا حقيقة. لذلك غالب الكاباسيتورز راح تكون الكاباسيتي بالنسبة لهم هي تتراوح ما بين المايكرو فراد إلى البيكو فراد. المايكرو فراد هو عبارة عن 10 to power minus 6 للفراد، والنانو فراد هو 10 to power minus 9، والبيكو فراد هو عبارة عن 10 to minus 12. بشكل عام الكاباسيتنس تعتمد على الجيومتري للكوندكتورز. في أن هنا مثلا عندنا كاباسيتور عبارة عن two plates، فالكاباسيتنس لها على هذا الكوندكتور تعتمد على الجيومتري لهذه البليتس.
أيوة بتعتمد على الـ area shape والمسافة التي تفصل ما بين الـ capacitors أو الـ conductors، بالإضافة إلى المادة العازلة، طبيعة المادة العازلة التي تفصل ما بين الـ two conductors. فالـ capacitance عندنا للـ parallel plate capacitor هي عبارة عن epsilon naught A over D. epsilon naught اللي هي الـ permittivity of free space، A اللي هي عبارة عن الـ area للكوندكتور، ودي هي عبارة عن المسافة الفاصلة ما بين الـ two conductors داخل هذا الكاباسيتور. Here we have an example. المطلب الأول A: calculate the capacitance of parallel plate capacitor whose plates are 20 centimeters times 3 centimeters and are separated by 1 millimeter air gap. هنا في we have a parallel plate capacitor. لدينا parallel plate capacitor. The dimension لل plates هي عبارة عن 20 centimeters times 3 centimeter. والseparation اللي هي المسافة الجاب بين two plates هي عبارة عن 1 millimeter air gap. المطلوب إيجاد الكاباسيتنس لهذا البارالل بليد كاباسيتور. B: what is the charge on each plate if a 12 volt battery is connected across the two plates. المطلوب الثاني هو إيجاد الشحنة، قيمة الشحنة التي تتشكل on each plate إذا تم توصيل هذا الكاباسيتور لفرق جهد هو مقداره 12 فولت. C: what is the electric field between the plates؟ ما هي مقدار المجال الكهربائي، المجال الكهربائي ما بين البليتس. D: estimate the area of the plates needed to achieve a capacitance of 1 farad assuming the air gap D is 100 times smaller or 10 microns. المطلوب اللي هو D اللي هو إيجاد estimation للarea، تقدير للمساحة التي نحتاجها من أجل الوصول إلى capacitance مقدارها 1 فاراد، على فرض أن المسافة دي ما بين الـ 2 plates أصبحت عبارة عن 10 microns. Solution: to find the capacitance، حتى نجد الـ capacitance للـ parallel plate، نعرف أن المعادلة هي عبارة عن C equal to epsilon naught A over D. A هو عبارة عن المساحة، والمساحة يمكن إيجادها بسبب أنه إحنا لدينا dimensions في السؤال المعطى، فالdimensions هي عبارة عن 20 centimeters times 3 centimeters، ولإيجاد المساحة لابد من تحويلها إلى المتر، لذلك يتم ضربها في 10 to power minus 2، فهنا عندي الأريا هي عبارة عن 20 times 10 to power minus 2 meter. مضروبة في 3 times 10 to power minus 2 meter، والنتيجة هي عبارة عن 6 times 10 to power minus 3 meter squared. عندنا لذلك يكون عندي الكاباسيتنس هو عبارة عن epsilon naught A over D، A أوجدناها، ود هي عبارة عن 1 millimeter، والإبسلون نوت هي عبارة عن 8.85 10 to power minus 12، فتكون النتيجة أن الكاباسيتنس هو عبارة عن 53 بيكو فاراد. ولاحظ أن هذه الكمية قليلة جدا، وهي عبارة عن 53 times 10 to power minus 12 فاراد، اللي هي عبارة عن البيكو. الفرع B: المطلوب هو إيجاد the charge on each plate، اللي هو كمية الشحنة التي تشكل على البليتس بالنسبة للكاباسيتور on each plate on the capacitor. بنعرف إن هي كمية الشحنة التي تشكل على البليت تتناسب طبيعيا مع فرق الجهد، والكاباسيتنس هو عبارة عن ثابت التناسب، لذلك Q equal C في V. الكاباسيتنس وجدناها في الفرع السابق، وهي عبارة عن 53 times 10 to power minus 12 مضروبة في فرق الجهد اللي هو عبارة عن 12 فولت. تكون النتيجة هي عبارة عن 6.4 times 10 to power minus 10 كولوم. لإيجاد الفرع C المطلوب هو إيجاد الإلكتريك فيلد بالنسبة للبارل بليت كاباسيتور، والبارل بليت كاباسيتور اللي يعطينا يونيفورم إلكتريك فيلد، لذلك تكون الإلكتريك فيلد هو عبارة عن فرق الجهد مقسوم على D اللي هي السيباريشن بتوين ذا تو بليتس. فرق الجهد هو عبارة عن 12 فولت، والسيباريشن دي هو عبارة عن 1 مليمتر، وتكون النتيجة هي عبارة عن electric field equal to 1.2 times 10 to power 4 volt per meter or اللي هي نيوتن per column.
بالنسبة للفرع دي هو مطلوب estimation للarea that needed to achieve capacitance of 1 farad لما يكون الgap between the two plates هو عبارة عن 10 micron. نعرف هو من خلال العلاقة انه الcapacitance equal to epsilon naught A over D، لذلك يمكننا إيجاد A من خلال انه هو يساوي عبارة عن الcapacitance مضروب في D على epsilon naught. الكاباسيتنس المطلوب هو هنا عبارة عن 1 فاراد، وأن الدي هي عبارة عن 10 مايكرونز، وإبسلون نوت هي عبارة عن 9 ملتبلاي 10 تو بور ماينس 12. تكون النتيجة كاستيميشن هي عبارة عن قرابة 10 تو بور 6 متر سكويرد، أي أنه ما يقابل عبارة عن مليون متر مربع، فنحن نحتاج إلى حوالي مليون متر مربع من أجل الوصول إلى قيمة 1 فاراد بالنسبة للجيومتري لهذا الكابستور، وهذه قيمة يعني كبيرة جدا، وهذا يعطينا تصور عن أنه قيمة الـ 1 فاراد هي عبارة عن قيمة كبيرة جدا. الكابستورز لها استخدامات كثيرة في الدارات الكهربائية، وهنا لدينا مجموعة من الأمثلة على استخدام الكابستورز في الديفايسز، في الإلكترونيك ديفايسز والإلكترونيك ديفايسز. فمثلا على سبيل المثال عندنا هنا في الكوندنسر مايكروفون، لاحظ انه الكابستور لدينا هنا هذا الفيرست بليت، هذا السكند بليت، هذول تو بليتس، في ان الاريا المشتركه، وهذه هي المهمه حقيقه في العلاقه التي توجد هنا سي ايكوال ايبسلون نوت اي اوفر دي، يهمني اي اللي هي المساحه او الاريا المشتركه ما بين تو بليتس. فعندنا هذا الفيرست بليت والسكند بليت، تو بليتس هير. في هذا الميكروفون عند صدور اللي هي ساوند ويف يحدث عندي تغير في ساوند بريشر، بحيث يحدث اضطراب اهتزاز لهذا البليت، ما يؤدي الى تغير في قيمه دي عندما يقترب تقل قيمه دي، فيؤدي هذا الى زياده اللي هي الكاباسيتنس، اذا قل دي تزداد الكاباسيتنس. لاحظوا ان الاريا هنا ثابته في هذه الحاله، وانما الذي يتغير هو عباره عن دي، ولذلك تزداد ايش قيمه الكاباسيتنس، ما يؤدي الى حدوث سيجنال، الكتريك سيجنال التي يمكن من خلالها معرفه الفريكونسي او الساوند الصادر من الشخص. هنا في الكاميرا، في الكاميرا فلاش ايضا، لاحظ انه اثناء استخدام الكاميرا يتم الضغط ضغطه بسيطه على كبسه التصوير حتى يشحن الكاباسيتور، ومن ثم تكون من الضغطة الثانية بحيث أنه يتم تفريغ سريع للكاباسيتور فتخرج عندنا إنارة بقدرة عالية. أما في الكيبورد فهي الفكرة أنه عند الضغط على الكيبورد تقل عندنا المسافة ما بين التو بليتس، هذا عندنا البليت الأول وهذا البليت الثاني، فهذا عبارة عن كاباسيتور بينهما انسيليتور، فليكسبل انسيليتور، فعندما يتم الضغط على هذه الفيرست بليت أو الأبر بليت will move down and the D will be changed. راح يتغير اللي هو D، لما تقل D أيضا الكاباسيتنس راح عندي ايش يحصلها نوع من التغيير، تزداد قيمتها، فهذا يؤدي إلى حدوث إلكتريك سيجنال التي يتم من خلال تمييز الحرف الذي صدر منه هذه السيجنال. Section 17.9 Storage of Electric Energy. في هذا السكشن سوف نتحدث عن البوتنشال الكتريك انرجي التي يتم تخزينه في داخل الكاباسيتور. كما قلنا بأن الكاباسيتور إذا تم إيصاله في فرق جهد فإنه تبدأ عملية شحن هذا الكاباسيتور بنقل الشحنات من أحد البليتس إلى الطرف الآخر من الكاباسيتور حتى تشكل لدينا شحنات متماثلة تؤول إلى فرق جهد بين طرفي هذا الكاباسيتور. نقل هذه الشحنات من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر يحتاج إلى بذل شغل، هذا الشغل المبذول لنقل small amount of charge delta Q على فرق الجهد بين طرفي الكاباسيتور هو عبارة عن V، يكون هو عبارة عن Q delta Q مضروب في V. حقيقة فرق الجهد ما بين طرفي الكاباسيتور يتغير مع الزمن، حيث أنه في البداية يكون فرق الجهد هذا عبارة عن صفر، ومع مرور الزمن ونقل الشحنات يزداد فرق هذا الجهد حتى يصل إلى V final اللي هو الجهد النهائي. لذلك the average voltage during the process هو عبارة عن V final divided by 2. لذلك خلال هذه العملية كاملة لنقل جميع الشحنات
من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر، فإن الجهد المبذول لنقل هذه الشحنات هو عبارة عن Q مضروب في V divided by 2. هذا الشغل المبذول لنقل الشحنات، كامل الشحنات من أحد طرفي الكاباستور إلى الطرف الآخر، يتم تخزينه على شكل Electric Potential Energy. فالElectric Potential Energy هي تساوي هذا الشغل المبذول، بحيث أن Potential Energy أو Electric Potential Energy اللي هي عبارة عن Energy تساوي half Q مضروب في V، بحيث Q هي عبارة عن the charge on each plate و V هو عبارة عن the potential difference between these two plates. كما تعلمنا في السابق فإن Q equal to C في V، حيث Q هي عبارة عن الشحنة و V هو عبارة عن فرق الجهد و C هي عبارة عن capacitance. بتعويض هذه القيمة في هذه المعادلة يتم الحصول على ثلاث أشكال للـ Electric Potential Energy، وهي عبارة عن half Q في V أو half C في V squared أو half Q squared over C. يتم استخدام أي شكل من هذه الأشكال في حل الأسئلة بناء على المجاهيل والمعطيات. هناك علاقة تربط ما بين الإلكتريك إنرجي ستورد وما بين الإلكتريك فيلد، حيث أنه عند شحن الكاباسيتور ينشأ هنالك مجال كهربائي بين لوحي الكاباسيتور، وينشأ أيضا فرق جهد بين لوحي الكاباسيتور. العلاقة التي تربط ما بين البوتنشال ديفرنس وما بين الإلكتريك فيلد هي عبارة عن V equal E في D. وأيضا نحن نعلم بأن البوتنشال إنرجي ستورد في الكاباسيتور هي عبارة عن half C في V squared. لذلك if we substitute V equal E في D في هذه الإيكويشن راح نحصل على علاقة تربط ما بين البوتنشال إنرجي ستورد وما بين الإلكتريك فيلد، بحيث إنه بوتنشال إنرجي ستورد equal half epsilon naught E squared A times D. هذه A times D هي عبارة عن الفوليوم أو الحجم المحصور ما بين لوحي المكثف والذي يحتوي على المجال الكهربائي. إذا قسمنا الإلكتريك إنرجي ستورد إن ذا كاباسيتور على الفوليوم المحصور ما بين these two plates، راح نحصل على ما يسمى إنرجي بير يونت فوليوم أو الإنرجي دنسيتي. هذه الإنرجي دنسيتي في قسمة الإلكتريك إنرجي ستورد على الفوليوم راح نحصل على half epsilon naught E squared. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الإنرجي دنسيتي at any point راح تتناسب تناسب طردي مع E squared، بحيث انه half epsilon naught هو عبارة عن constant، هو ناسب هو ثابت هذا التناسب. اليونت للإنرجي دنسيتي هي عبارة عن الجول بير متر كيوبد، بحيث انه الجول هي وحدة الإنرجي ستورد والمتر كيوبد هي وحدة الفوليوم. Here we have an example. A camera flash unit stores energy in 660 microfarad capacitor at 330 volt. في أن هنا flash unit، هذه flash unit لها capacitance عبارة عن 660 microfarad، وأيضا الفولتية لها 330 volt. Two questions: A. How much electric energy can be stored? B. What is the power output if nearly all this energy is released in 1 millisecond? إذا في البداية لازم نوجد اللي هي electric energy stored، والelectric energy stored هي عبارة عن half الكاباسيتنس مضروب في البوتنشال ديفرنس سكويرد، ويتساوي half 660 multiplied 10 to power minus 6 مضروب في 330 volt سكويرد which equal to 36 joules. فإذا عندنا هي الانرجي هي عبارة عن 36 جول. الآن الباور هو عبارة عن الانرجي مقسوم على time، فهو عبارة عن الالكتريك انرجي stored divided by t، وهي عبارة عن 36 جول divided by 1 multiplied 10 to power minus 3 اللي هي عبارة عن الملي سكند which equal to 36,000 watt، وهذه عبارة عن قدرة عالية جدا، ولذلك يتم إنتاج ضوء عالي جدا من الفلاش لأنها تقوم بتخزين الطاقة ومن ثم release it in a very short time which equal to about 1 millisecond. Here we have another example. A capacitor has two parallel plates with area of 0.1 meter squared, separated by 2 millimeter and connected across a 50 volt battery.
هنا لدينا كاباسيتور parallel plate capacitor. الأريال البليت هي عبارة عن 0.1 مليمتر 0.1 متر سكويرد، والسيبريشن هو عبارة عن D which equal to 2 مليمتر اللي هو عبارة عن 2 multiply 10 to power minus 3 متر، وفرق الجهد المتصل به في هذه البطارية هو عبارة عن 50 فولت. لدينا we have 4 questions. A. Calculate the capacitance. B. How much energy is stored in the capacitor. C. What is the electric field between the plates. D. What is the energy density. Solution. بداية نحسب اللي هي الكاباسيتنس، والكاباسيتنس للبارا بليت كاباسيتور هي عبارة عن إبسلون نوت A over D، فالأريا معطى عندنا في السؤال وD أيضا عندنا معطى في السؤال، وإبسلون نوت هو عبارة عن كونستنت، فC هي عبارة عن 8.85 multiply 10 to power minus 12 and multiply by 0.1 اللي هي عبارة عن الأريا مقسومة على الseparation اللي هو عبارة عن 2 multiply 10 to power minus 3 which equal to 4.425 multiply by 10 to power minus 10 farad. بخصوص الفرع B the energy stored in the capacitor، نعرف ان energy stored in the capacitor equal to half مضروب في capacitance مضروب في potential difference squared. الكاباسيتنس أوجدناه في الفرع A وال potential difference معنا في السؤال المعطى وهو عبارة عن 50 فولت، لذلك عندنا بيكون ال potential energy stored هو عبارة عن half مضروب في 4.425 multiply 10 to power minus 10 مضروب في 50 squared، وتكون النتيجة هي عبارة عن 5.53 multiply by 10 to power minus 7 joules. الفرع C the electric field between the plates. حساب electric field between the plates A equal to V divided by D. V اللي هو فرق الجهد معنا وهو عبارة عن 50 فولت مقسوم على separation اللي هو D هو عبارة عن 2 multiply 10 to power minus 3 وهذا يساوي 25,000 volt per meter. The energy density هي عبارة عن ال energy مقسوم على ال volume وهي عبارة عن half epsilon naught E squared. E أوجدناها في الفرع السابق اللي هو C، لذلك هي عبارة عن half مضروب في 8.85 multiplied to 10 to power minus 12 مضروب في 25,000 squared، وتكون الناتج هو عبارة عن 2.77 multiplied by 10 to power 3 joule per meter cubed. هكذا نكون أنهينا هذه المحاضرة والتي تتعلق بالكاباسيتورز، ونسأل الله عز وجل أن تكون قد حققتم الفائدة المرجوة من هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله نلتقي معكم في محاضرة أخرى بالتوفيق.